ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل. مرحبا، حياك الله، تفضل. أريد التحدث مع الشيخ ولي. معك وليد إسماعيل، تفضل. شنو سؤالك اليوم؟ والله أنا سؤالي اليوم، وردت روايات بدون سند، بلاش السند يا سيدي. نعم. وردت روايات أن النبي صلى الله عليه وسلم تمتع، فهل نعم. الرواية دي صحيحة مثلا عندكم ولا ضعيفة؟ علي بن أبي طالب أيضا تمتع بامرأة، نعم، فهل عندكم الرواية دي صحيحة؟ لو صحيحة صحيحة ليه، ولو ضعيفة ضعيفة ليه؟ أولا أنا اتصلت عليك أكثر من مرة ما جاوبتني، يعني أنا حدود الساعة اتصل يتصل ما تجاوب، ما أعرف السبب طب ليه. أنا يعني أنا معايا ناس كانت بتتكلم من شوية في إباحيات عن المعصوم، هل أسيب الإباحيات دي وأرد عليك ولا أعمل إيه؟ ما ينفعش أخذ مكالمتين في وقت واحد. طيب، إذا شيخ أمير معه حق، ازاي مع حق بقى لما انا هذا برن النقطة عليك؟ الأولى. ازاي برن انا بقى؟ هو بيتصل من واتساب واحد فقط، ولما إذا بيكون مع معه واحد، حق، لو واحد سمحت، مثل لو سمحت جوابك انا ما بحبك، كجوابك ما ينطبق على بحب، الشيخ أمير، لا لا لا، هذا انا ما مش بحب اللف يهمني. والدوران. لما بيكون معايا لا، مكالمة، لما بيكون أنا معايا، صريح، بص بص بص، انا أنا صريح، ما بحب التلزيق وما بحب الترقيع. لما صريح بيكون معاه أكثر من مكالمة، هذا الصراحة اسمعني ما للآخر، بقبل. اسمعني للآخر، لما بيكون معاه مكالمة بيكتب لي فوق كده أنه يجري مكالمة. لما بيكون معاه طيب، مكالمة بيجري مكالمة، لما بيكونش معاه مكالمة بيظهر عندي الاتصال والرنة. فأنت نفس لو سمحت الحالة سجل لي. حدثت لا معي. لا، أنتوا كذابين، أنتوا كذابين. أنت سجل كذاب، لي، أنت سجل لي كذاب، أنت كده فيديو، إذا أنت كذاب. سجل لي فيديو كده وأنا يكون معايا مكالمة واتساب، وسجل وشوف هتديك حاضر إيه على حاضر المكالمة. حاضر بس كده، حاضر بس، حاضر واحنا حاضر، حاضرين أسجل برضو. لك فيديو، لكن الترقيع ما ينفعش، أسجل لك فيديو الترقيع ما ينفعش، الترقيع بيبان وحاضر على فكرة، الترقيع بيبان. شكرا لك. حاضر. أنا 3 مش 2 كمان.